بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 86. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقدم في الآية التي قبل قوله تعالى فإن طلقها، تقدم أن الطلاق يكون على فترتين، طلاق مرتان، بأن يطلقها واحدة ثم يتركها في العدة، فإن شاء راجعها وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها ثم تبين منه، ثم إذا طلقها مرة ثانية بعد الطلقة الأولى فكذلك له أن يراجعها ما دامت في العدة. وفي هذه الآية فإن طلقها يعني الثالثة، طلقة الثالثة، حينئذ انتهى عدد الطلاق واستنفد الطلاق، فبانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى، ليس له أن يراجعها في العدة، بل تعتد عدة البائن ثم بعد ذلك تتزوج، إن شاءت تتزوج غيره، لا يجوز له هو أن يتزوجها، لكن لها أن تتزوج غيره زواج رغبة، فإذا تزوجها الزوج الثاني زواج رغبة ثم دخل بها ووطئها ثم أراد أن يطلقها فله ذلك، فإذا طلقها وانتهت عدتها من الثاني فللزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد. ففي هذا أنه إذا استكمل عدد الطلاق فإنه ليس له أن يراجعها لا في العدة ولا بعد العدة بعقد جديد، بل هي بانت منه
بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد، أي من بعد هذا الطلاق الثلاث، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يتزوجها زوج آخر غير الزوج المطلق، ويكون زواجه لها زواج رغبة لا حيلة، لا بقصد التحليل للزوج الأول. فإن كان تزوجها بقصد التحليل فهذا حرام ولا تحل به للزوج الأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فإذا كان الزوج الثاني ليس له رغبة وإنما قصده أن يحللها للزوج الأول، فإن كان هذا بتواطؤ بينه وبين الزوج الأول فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الزوج الأول لا يدري والزوج الثاني هو الذي قصد التحليل فإن اللعنة تختص به، ولكن لا يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد هذا الزوج، لأنه لم يحصل الزواج المطلوب شرعا. ثم أيضا لا يكفي العقد، إذا تزوجها زواج رغبة فلا يكفي العقد عليها في تحليلها للأول، بل لا بد أن يدخل بها وأن يطأها، ثم بعد ذلك له أن يفارقها رغبة عنها، لا من أجل تحليلها للأول، لكن إذا لم يرغب فيها إنه يطلقها. فلا تحل للأول إلا بأمرين: الأمر الأول العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه، والشرط الثاني أن يطأها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل الوطأ لم تحل للأول. وذلك لأن رفاعة القرظي طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وكان ابن الزبير لا يطأ، لا يستطيع الجماع، فطلقها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أن زوجها رفاعة طلقها طلاقا بتة، تزوجها عبد الرحمن بن الزبير فلم يصل إليها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بالعسيلة هنا الوطء، فدل هذا على أنه لا يكفي عقد الزوج الثاني ولو كان عقدا صحيحا، بل لا بد معه من الوطء، بدليل هذا الحديث الصحيح. فيكون هذا معنى قوله: حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره بالعقد والوطء معا، لا يكفي واحد دون الآخر، فلا يكفي العقد بدون الوطء، ولا يكفي الوطء بدون عقد صحيح. فلو عقد عقد باطل أو فاسد أو زنت، وطئت بالزنا، فإن هذا الوطء لا يحلها للأول حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح، أي لا حرج
على المطلق الأول والمطلقة أن يتراجع، أي بعقد جديد، أن يتراجع بعقد جديد، لكن بشرط أن يظن أن يقيم حدود الله، بشرط أن يغلب على ظنهما أنهما سيتوافقان ويحسن كل واحد منهما العشرة مع الآخر. هذه حدود الله، حدود الله المراد بها حدود الله بين الزوجين، وهي حسن العشرة بينهما. أما إذا لم يغلب على ظنهما أن يقيم حدود الله، بل يغلب على ظنهما العكس، وهو أن يبقيا على الشقاق كما في النكاح الأول، فلا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله شرط في تزوجه لها أن يظن أن يقيم حدود الله، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. إذن الطلاق البائن، البينونة الكبرى، وهو طلاق الثلاث، لا تحل للزوج الأول إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتزوجها زوج آخر زواجا صحيحا وعقدا صحيحا. الشرط الثاني أن يطأها الزوج الثاني. الشرط الثالث أن يظن أن يقيم حدود الله، لأن المقصود من الزواج هو العشرة بالمعروف، وأن يؤدي كل من الزوجين حق الآخر عليه بطيب خاطر وسماحة نفس. أما إذا كان سيبقى الزواج الثاني مثل الزواج الأول فيه سوء عشرة، فلا فائدة من الزواج الثاني إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله، تلك اسم إشارة يشار بها للبعيد، يشار بها للبعيد، أو يشار بها للشيء العظيم وإن لم يكن بعيدا. تلك هذا تعظيم لحدود الله عز وجل. تلك حدود الله أي أحكامه سبحانه وتعالى وشرائعه التي شرعها لعباده لمصالحهم ومنافعهم، فهي حدود عظيمة وشرائع عظيمة. ومن شرائعه ما شرعه في الطلاق في هذه الآيات العظيمة التي رتب فيها الطلاق ترتيبا عجيبا، ورتب على الطلاق أحكاما شرعية فيها مصالح العباد. فهذه هي حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبينها الله جل وعلا لقوم يعلمون، كما بين أحكام الطلاق وأحكام الرجعة في هذه الآيات، فإنه يبين أحكامه وشرائعه أتم بيان وأوضح بيان لعباده، لكن لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، للعلماء، يبينها للعلماء الذين يعلمون
أو يتعلمون هذه الأحكام على وجهها الصحيح ويعلمونها للناس، فهذا فيه فضل العلم وفضل التعليم وفضل العلماء، بينها لقوم يعلمون، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون أحكام الله سبحانه وأسراره في تشريعه، فهذا فيه مدح للعلم ومدح للتعلم ومدح للعلماء الذين يتلقون هذه الأحكام من الله سبحانه ويعملون بها ويعلمونها للناس ويحكمون بها، يحكمون بها بين الناس. ثم قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذا طلقتم النساء، الطلاق الشرعي السابق بيان أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها في العدة، فإذا شاء أن يراجعها فله أن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين لم يستوفي الثلاث، فله أن يراجعها ما دامت في العدة. ولهذا قال: وإذا طلقتم النساء، أي الطلاق الرجعي، فبلغن أجلهن. الأجل المراد به نهاية العدة، هذا هو الأجل. ومعنى بلغن أي قاربنا، قاربنا نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن قبل فوات الأوان، لكن يكون بمعروف. بلغنا أجلهن فإمساك بمعروف، أي رجعة بمعروف، بمعنى أن يراجعها راغبا فيها، أن يراجعها راغبا فيها وهي تكون راغبة فيه، ويكون العشرة بينهما عشرة مستقيمة. هذا معنى الإمساك بالمعروف. أما أن يراجعها بقصد أن يضر بها، يطلقها طلقة ثم إذا قاربت نهاية العدة راجعها ثم طلقها ثم تعتد ثانية ثم إذا قاربت طلقها ثم تعتد ثالثة، فهذا إضرار بالمرأة. إذا كان قصده من المراجعة إطالة الإضرار بالمرأة وليس له فيها رغبة، بل يريد حبسها، يريد حبسها عن الزواج، فإن هذه الرجعة لا تجوز، وهو آثم في ذلك، آثم في ذلك أشد الإثم. وكانوا في الجاهلية يعملون هذا، يطلقون المرأة ثم يراجعونها ثم يطلقونها ثم يراجعونها ثم يطلقونها ثم يراجعونها في العدة. وكان في الجاهلية ليس عندهم عدد للطلاق، الطلاق ليس له عدد محدد، فلما جاء الإسلام حدد الطلاق بثلاث، وجعل الرجعة لمن يحسن يريد الإحسان، أما من يريد الإساءة ويريد الإضرار بالمرأة فلا يجوز له ذلك. ألا يقول هذا من حقي أنني أراجعها؟ نعم، من حقك أنك تراجعها، لكن أن تراجعها بإحسان، لا أن تراجعها بإضرار لها وليس لك فيها رغبة، بل تريد أن تحبسها عن الزواج، أو تريد أن تفتدي منك وأن تبذل المال للتخلص منك،
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا كله حرام. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى أن تتركوهن حتى تنتهي العدة فتبين وتتزوج من زوج آخر، أو تسريح بإحسان يعني تتركون الرجعة حتى تنتهي العدة وتبين وتتزوج بآخر من أجل الحصول على مصالح الزواج، ولا تبقى أيما، لا تبقى أيما، ليست مطلقة وليست ذات زوج، تذروها كالمعلقة. هذا لا يجوز للزوج أن يستعمل حقه الذي جعله الله له أن يستعمله في الإضرار بالزوجة، ومن ذلك الرجعة. الرجعة إنما تكون لمن يريد الإحسان ويريد الإمساك بالمعروف، لا من يريد بالرجعة الإساءة إلى المرأة. أو تسريح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. هذا نهي عن الرجعة من أجل الإضرار بالزوجة كما ذكرنا، ولا تمسكوهن ضرارا، تريدون المضارة بالزوجة وإعاقتها عن الزواج، وأن تبقى لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، كل ما قاربت على العدة وشارفت على النهاية والفرج راجعها ثم عادت ثم طلقها، وهكذا. هذا تلاعب وظلم للنساء، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يراجع زوجته من أجل الإضرار بها ومن أجل حبسها عن الزواج، أو من أجل أن تفتدي منه بمال، فإنه قد ظلم نفسه، حيث عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا آيات الله، أي لا تتخذوا الطلاق مهزلة بأن يطلق ويقول أنا ألعب، أنا أمزح، هذا ما فيه مزح ولا فيه لعب. فإذا تلفظ بالطلاق وقع ولو كان مازحا أو لاعبا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تتخذوا الطلاق مزحا ولعبا، فمن طلق وقع عليه الطلاق ولو كان مازحا أو لاعبا، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والطلاق والعتاق، الطلاق والنكاح، أو النكاح والطلاق والعتاق. فهذه الثلاث، النكاح والطلاق والعتق، هذه ليس فيها لعب ولا مزح. فمن طلق وقع عليه الطلاق جادا أو هازلا، ومن عقد عقد النكاح صح العقد ولو سواء كان جادا أو هازلا، ومن اعتق مملوكه عتق ولو كان مازحا، لأن هذه أحكام شرعية لا يجوز أن يستعملها للعب والهزو وغير والمزح وغير ذلك. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالشكر، بالشكر. وأن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
وهي نعم ظاهرة وباطنة، ومنها نعمة الأحكام الشرعية التي شرعها الله لمصالحكم ومنافعكم، فهي من أكبر النعم. المال نعمة، ولكن الدين نعمة أكبر من نعمة المال. ونعمة الأحكام الشرعية التي تبين الحلال والحرام من أكبر النعم. الله جل وعلا أمر بذكر نعمته: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اشكروها. والشكر يكون باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالقلب لأن تعتقد أن هذه النعم من الله وليست بكدك ولا بكسبك، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، ليست بجهدك وكدك، وإنما الكد والكسب سبب من الأسباب. أما حصول النعمة فإنها فضل من الله سبحانه وتعالى، فتعترف بقلبك لأن هذه النعمة تفضل من الله عليك، ليست بكدك ولا بكسبك. ويكون الشكر أيضا بالعمل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وذلك بأن تستعمل النعم في طاعة الله، تستعين بها على عبادة الله، تستعين بالمال على عبادة الله، تنفق منه في سبيل الله، تستعين بالعلم على عبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس، وتستعين بالجاه في الشفاعة للمحتاجين ومساعدتهم في قضاء حوائجهم عند من هي عنده. هذا من شكر النعم. إذا أنعم الله عليك بنعمة استعملها في طاعة الله ونفع المسلمين، ولا تستعملها في معصية الله عز وجل والتكبر على الناس والمن على الناس، بل استعملها في عبادة الله سبحانه وطاعته. فأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر، ولا يتم الشكر لله إلا بهذه الأركان الثلاثة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. من أكبر النعم على عباد الله ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي هو القرآن الكريم، والحكمة التي هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة التي يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ويفسره للناس. فهذا من أعظم النعم، وفي هذا دليل على الاحتجاج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، أنها هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الله وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن للناس، وقد بينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان بهذه السنة العظيمة
وهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم بالكتاب والسنة، يعظكم من العقوبات والفتن والشرور. فالقرآن موعظة والسنة موعظة للمتقين والمؤمنين، يتعظون بآياته، بآيات القرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعظون فيتركون المعاصي ويلزمون الطاعات ويعتبرون بما قصه الله عز وجل عن الأمم السابقة وما قصه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتعظون بما فيه من الوعيد وذكر النار والعذاب، يتعظون بذلك يتركون المعاصي والذنوب والسيئات. يعظكم به واتقوا الله، أمر سبحانه وتعالى بالتقوى، والتقوى كلمة عامة لجميع خصال الخير، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية من طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى، التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عذاب الله. هذه هي التقوى، وهي كلمة جامعة لكل خصال الخير، وقد علق الله عليها خيرات كثيرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. التقوى لها آثار حميدة وعواقب طيبة، والله جل وعلا يحب المتقين، يحب المتقين. هذا دليل على ما للتقوى من مكانة عند الله سبحانه. والله جل وعلا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى كلمة عظيمة، كلمة جامعة لكل خصال الخير. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، بمعنى أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم الظاهرة والباطنة، ومن ذلك أعمالكم مع النساء ومع الزوجات، أعمالكم في النكاح، وأعمالكم في الطلاق، وأعمالكم في الرجعة. يعلم سبحانه وتعالى سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، ولا يخفى عليه خافية. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهذا مما يستدعي من الإنسان أن يراقب الله جل وعلا في السر والعلانية، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى الآية الكريمة أن الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا دون الثلاث وخرجت من العدة فله أن يراجعها بعقد جديد. إذا طلق زوجته دون الثلاث، سواء طلقة واحدة أو طلقتين، وخرجت من العدة بانت منه، لكن بينونتها صغرى
فله أن يتزوجها مرة ثانية لكن بعقد جديد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن وبانت الزوجة من المطلق والطلاق دون الثلاث، فله أن يراجعها بعقد جديد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن، لا تعضلوهن، يعني هذا خطاب للأولياء، لأولياء النساء. إذا رغبت الزوجة أن ترجع إلى زوجها والزوج رغب أن ترجع إليه بعقد جديد فلا يحق لوليها أن يمنعها، لأن هذا هو العضل المحرم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وسبب نزول الآية أن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت له أخت فطلقها زوجها، كانت له أخت مع ابن عمه فطلقها زوجها وخرجت من العدة، فرغب فيها ورغبت فيه وخطبها، فقال معقل ابن يسار: لا والله، أنا أكرمتك وزوجتك والآن تريد أن تتزوجها مرة ثانية؟ لا، امتنع أن يزوجها له. فأنزل الله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل رضي الله عنه هذه الآية قال سمعا وطاعة، سمعا لله وطاعة، ثم استدعى الرجل وعقد له على أخته وتراجع وعادت الحال جميلة وحسنة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن يتبين لنا أن الرجعة بعد الطلاق على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يراجعها في العدة، أن يراجعها في العدة إذا كان الطلاق دون الثلاث، وهذا بدون عقد وبدون شيء، يراجعها لأنها ما زالت زوجته. والله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثانيا الرجعة في بعد نهاية العدة، الرجعة بعد نهاية العدة لكن الطلاق دون الثلاث، هذه لا تحل إلا بعقد جديد. ثالثا الرجعة بعد الطلاق الثلاث، هذه لا تحل إلا بعد أن ينكحها زوج آخر زواج رغبة لا تحليل ولا حيلة، ثم يطلقها راغبا عنها. فلزوجها الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا. واختلف العلماء رحمهم الله في الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث إذا كان مفرقا فإنها تبين منه بينونة كبرى بالإجماع، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر، هذا بالإجماع. أما إذا كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كأن قال لها: أنت طالق بالثلاث، فهذه اختلف العلماء فيها. الجمهور على أنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ثم يطلقها. وذهب جمع من المحققين إلى أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة، طلاقا رجعيا، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن، هذا خطاب للأزواج للأولياء، وهذا دليل على أنه يشترط لصحة عقد النكاح الولي. فلو عقدت المرأة لنفسها أو عقدت لغيرها فالعقد باطل، لا بد أن يتولى عقدها الولي، لأن الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال. وقال هنا: فلا تعضلوهن، هذا أيضا خطاب
للرجال، فلا يجوز للنساء أن يزوجن أنفسهن بدون ولي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال: أيما امرأة زوج نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها من بناتها أو بالوكالة، ما يجوز هذا. هذا للرجال، هم الذين يزوجون النساء. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام العظيمة وهذا النظام الجليل الدقيق في أمور النكاح والرجعة يوعظ به من كان منكم أيها المؤمنون يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا دليل على أن العمل من الإيمان، وأنه داخل في مسمى الإيمان. فالذين يعملون بهذه الأحكام ويتقيدون بها، هذا سماه الله إيمانا، وهو عمل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله جل وعلا وبجزائه ولقائه، ويؤمن باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، الذي فيه الحساب وفيه الجزاء وفيه الجنة والنار. فإذا تذكر الإنسان ذلك فإنه يترك المخالفات الشرعية ويتقيد بالأوامر الإلهية. ذلكم أزكى لكم، ذلكم أزكى لكم، التقيد بالأحكام الشرعية في أمور الطلاق، في أمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرجعة، أزكى لكم، أطهر لكم. الزكاة معناها الطهارة، أي أطهر لكم وأبعد لكم عن الفساد وأبعد لكم عن اختلال الأمور. أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم من المصالح ما لا تعلمونه، وما يخفى عليكم أكثر مما يظهر لكم. فلذلك يجب أن تفوضوا الأمر إلى الله، وأن تدينوا لله جل وعلا بالسمع والطاعة، وإن كنتم لا تعلمون الحكمة أو لا تعلمون الغاية التي في شرع الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا يقول جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا أن نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أنها في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان والإحكام. ولو كان يخفى علينا بعض الأمور، فعلينا أن نسلم لله سبحانه وتعالى في أمره. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: ما الفرق بين السنة الواجبة والسنة المستحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الأوامر التي في القرآن أو في السنة، الأصل الوجوب. إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فالأصل في ذلك الوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب إلا دليل آخر من الآيات أو من الأحاديث. وقد يكون الأمر للإباحة،
قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للإباحة، مثل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، حللتم من الإحرام فاصطادوا، ما هو بأمر وجوب هذا ولا أمر استحباب، وإنما هو أمر إباحة. فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة، لكن الأصل الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب من الكتاب أو من السنة. نعم. يقول هل تغسل الرجلين في الوضوء باليد اليمنى أم اليسرى؟ باليمنى، الغسل يكون باليد اليمنى إلا النجاسة، النجاسة والأوساخ هذه تزال باليد اليسرى. نعم. ما حكم إسبال اليدين؟ وإذا استعمل اليدين في غسل الوجه، استعمل اليدين في غسل الوجه وفي غسل الذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين لا بأس، استعمل اليدين كليهما. نعم. ما حكم إسبال اليدين في الصلاة، وهل ورد حديث في ذلك أم هو قول للإمام مالك؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اليد اليسرى، قبض الكف اليسرى بكف اليد اليمنى ووضعهما على الصدر، هذا هو السنة. أما الإرسال فهو خلاف السنة، الإرسال خلاف السنة، لكن إذا صلى وهو مرسل يديه صلاته صحيحة لأنه تارك لسنة ولم يترك واجبا من واجبات الصلاة، صلاته صحيحة لكن يفوت عليها أجر العمل بالسنة. والإمام مالك لم يبلغه الحديث في قبض اليد اليسرى على الصدر، إما أنه لم يبلغه الحديث وإما أنه أسبل يديه لمانع، قال بعض العلماء إنه احتاج إلى إسبال يديه أو إرسال يديه فأرسلهما لحاجة ومانع يمنعه من القبض، الله أعلم. على كل حال العمل بالسنة، إذا تبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. نعم. يقول هل تنصحون المطلوبين للجهات الأمنية بتسليم أنفسهم؟ بلا شك، أولا هذا طاعة لولي الأمر، الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وثانيا أن هذا رجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، ثالثا أن هذا من مصلحة الراجع، رجوعه إلى الحق والصواب وتسليم نفسه هذا لمصلحته في الدنيا والآخرة، ليس له أن يعرض نفسه للعقوبة، يعرض نفسه للعذاب في الآخرة، عليه أنه يرجع ويخلص نفسه من هذه الجريمة ولا يبقى فيها فيؤاخذ في الدنيا والآخرة. نعم. ما نصيحتكم للشباب الذين يغالون في بعض مشايخهم غلوا زائدا ويطيعونهم حتى في مسائل نقد الرجال وما يترتب على ذلك من الغيبة، من الغيبة المحرمة؟ لا شك أن احترام العلماء وتوقير العلماء أمر واجب لأجل علمهم ولأجل الانتفاع من علمهم، والله جل وعلا ذكر قدر العلماء للقرآن الكريم، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وسمعتم قوله تعالى تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فهذا فيه فضل العلم، لكن لا يغالى في ذلك بمعنى أن والعلماء العلماء الربانيون لا يرغبون ولا يرضون في أن طلابهم يتحاملون على الناس ويسيئون إلى الناس، ما يرضون بهذا، العالم الحقيقي ما يرضى بهذا، العالم يريد الإصلاح بين الناس ويريد جمع الكلمة ويريد نشر المودة بين المسلمين ويريد بيان
بيان الحق، هذا الذي يريد، ما يريد نشر العداوة والتحزب والتفرق. الله جل وعلا نهى عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا. المسلمون ولله الحمد جماعة واحد، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز هذا العمل، ولا يجوز الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس، بل على طلبة العلم أن يتأدبوا وأن يقبلوا على طلب العلم، ولا ينشغلوا في التجريح في الناس وتنقص الناس، لا ينشغلوا بهذا، لأن هذا يحرمهم من العلم النافع، ويزرع في قلوبهم العداوة بعضهم لبعض، وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون أن يفرقوا شباب المسلمين، وأن يشتتوا شباب المسلمين، وأن يجعلوهم أحزابا وشيعا متفرقين، حتى يتسنى للعدو، أن يتغرض للمسلمين، وأن يسقط هيبة المسلمين ومكانة المسلمين. نعم. يقول والدي، والد أمي لعن أمي أو دعا عليها في بداية حياتها لمخالفتها أمرا من أموري، ونحن عائلة الآن لا رحمة بيننا والبركة منزوعة من حياتنا، فلا ندري هل هذا الدعاء أو اللعنة هي السبب، وإذا كانت السبب فما هو العمل، وقد توفي والد أمي. نعم، لا يجوز اللعن، اللعن لا يجوز، لعن المؤمن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالذي صدر منه لعنة في حق مسلم عليه أن يتوب إلى الله، وأن يطلب المسامحة من الشخص الذي أساء إليه، ولكن إذا مات فإنه انتقل بإثمه ومعصيته، فعلى من أساء إليه أن يبيحه وأن يسامحه، لعل الله أن يغفر له. نعم. ولا تعتقد أن ما يحصل عندكم من بعض الأمور أنه بسبب كذا وكذا، عليكم بحسن الظن بالله عز وجل، وعليكم بالإصلاح، وعليكم بالتعاون على البر والتقوى. نعم. يقول: من اعتاد على صيام الاثنين والخميس، وفي مثل هذه الأيام تكثر المناسبات للأصدقاء والأقرباء وأكثرها في يوم الخميس، فما الحكم؟ هل أستمر في صومي، علما بأن البعض من الأقرباء يزعلون إذا لم نأكل عندهم يوم الخميس أو الاثنين؟ إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه، خصوصا دعوة وليمة الزواج، هذه يجب إجابة الدعوة إليها، ويستحب إجابة الدعوة في غيرها حتى للصائم. الصائم يحضر ويجيب الدعوة، وليس من شرطه أنه يأكل، يحضر ويجلس معهم ويأنس معهم ويدعو لهم وينصرف ولا يأكل، وإن شاء أفطر وأكل، لأن صيام التطوع لا يلزم المضي به، يجوز له أن يفطر، ويجوز له أن يبقى على صيامه ويدعو، لأن المقصود حضوره ورؤيته مع الناس والاستئناس به. نعم. يقول: توفي والدي وكان لا يعطيني مالا، فكنت أأخذ منه دون علمه عند الحاجة، فماذا يجب علي الآن؟ إذا كنت كما ذكرت تأخذ قدر الحاجة فقط فليس عليك شيء، لأنه يجب عليه أن ينفق عليك، إذا لم يكن لك مال تستغني به فيجب عليه أن ينفق عليك، فما أخذته يكون من حقك إذا كنت محتاجا إليه. نعم. أفطرت في رمضان، ولكن لا أعلم عدد الأيام التي أفطرتها، ويغلب على ظني أنها 15 يوما، مع العلم كنت معرضا عن الله، والآن عدت إلى الله، فماذا علي؟
عليك بقضاء الصيام الأيام التي أفطرتها تقضيها مع التوبة إلى الله، وتطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف عن كل يوم تدفعه للفقراء كفارة عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. نرجو بيان معنى قوله تعالى كان يأكلان الطعام. نعم، هذا في المسيح عيسى بن مريم وأمه مريم، لأن النصارى اتخذوهما إلهين مع الله، فالله رد عليهما بقوله كان يأكلان الطعام. المسيح يأكل الطعام لأنه بشر، وأمه كذلك تأكل الطعام، والرب لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، والإله لا يأكل الطعام لأنه غني سبحانه، غني عن عباده. الذي يأكل الطعام هذا معناه أنه فقير وأنه محتاج، ألا يصلح للربوبية؟ هذا برهان في رد دعوى أن المسيح ابن الله. نعم. يقول أنا رجل مسن ولي أولاد أصروا على إدخال قناة المجد، فهل يكون علي إثم إذا أدخلوها البيت؟ إذا أدخلوها بغير رضاك فقد عصوك ويأثمون بذلك، عليهم أن يخرجوها لأجل البر بك الإحسان إليك. إذا لم يخرجوها وأنت أنكرت عليهم برئت ذمتك، لأن هذا أقصى ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هل من نصيحة لمن يستخدمون الجوال أثناء الطواف والسعي وداخل الحرم ويشوشون على المصلين؟ لا بأس بالكلام أثناء الطواف والكلام في أثناء السعي، لا بأس بالكلام عند الحاجة، والتكليم في الجوال للحاجة والضرورة لا بأس به، لكن ما يرفع صوته يشوش على من حوله، وإلا يباح له الكلام خصوصا عند الحاجة. نعم. هل يجوز للمسافر أن يقصر العشاء مع جماعة متأخرة تصلي المغرب فدخل معهم بنية العشاء؟ هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاة العشاء مع جماعة متأخرة تصلي المغرب فدخل معهم بنية المغرب؟ لا، ما يقصر، إذا صلى معهم المغرب يقوم يجيب ركعة، يقوم يجيب ركعة صلاة العشاء، في صلاة العشاء يقول. نعم نعم، مسافر في صلاة العشاء. وكيف يعني كيف بيصلي العشاء مع المغرب؟ هم صلينا المغرب من قبل ويريد أن يجمع العشاء معها. نعم. وجدهم يصلون المغرب، نعم يدخل معهم ويكملها أربعا. نعم. امرأة أسقطت حملها في شهرها الرابع وتم دفن السقط ولم يسمونه، هل عليها شيء؟ لا، التسمية ما هي واجبة، الواجب في السقط اللي تم له أربعة أشهر الواجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا هو الواجب، أما تسميته ليست واجبة. نعم. هل العطور التي بها نسبة من الكحول أو ما شابه ذلك فيها شبهة؟ إذا صح فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن الكحول نجسة، خمر، لأنها من الخمر والخمر نجسة، حرام استعمالها، الله جل وعلا يقول فاجتنبوه، لا يجوز التطيب به، والله يقول فاجتنبوه، لكن ما كل ما يقال إن فيه كحولا يصير صحيح، إنما هي شائعات، فإذا ثبت وتحقق أن في هذا الطيب مادة من الكحول فإنه يجب اجتنابه. نعم. يقول رجل مصاب بمرض الريشة وهو عبارة عن ثقب يحدث قبل فتحة دبر الإنسان ويتسبب في خروج الغائط باستمرار بحيث تتنجس ملابس هذا الرجل طوال الوقت، فكيف يتوضأ؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ أولا عليه أن يعالج عند الأطباء لعلهم يجدون له علاجا يسد هذه الفتحة. ثانيا مسألة الصلاة، نعم الصلاة يلزم لها الطهارة، خروج الشيء من خروج الشيء من البول أو الغائط ولو من غير الدبر والقبر، خروج الغائط أو البول ينقض الوضوء ولو خرج من غير السبيلين،
ينتقض وضوءه، وما يخرج فهو نجس يجب غسله، فعليه عند الصلاة أن يتعاهد نفسه وأن يضع على هذا الفتحة ويضع عليها شيئا يمنع الخارج، يستنجي ويستنجي ويضع شيئا على هذه الفتحة يمنع الخارج ويتوضأ ويصلي، نعم، ويغسل ما أصابه من ثوبه أو بدنه، نعم. يقول السائل: إذا ركبت الطائرة ودخل وقت الصلاة وأنا في الجو فكيف أصنع؟ هل أعتد بوقت البلد التي غادرتها أم التي سأقدم عليها إليها؟ إذا حكمك حكم البلد الذي أنت في جوه، حكمك حكم البلد الذي أنت تطير في جوه، لأن الهواء يحكي حكم الاستقرار. الصلاة إذا كانت الطائرة ستهبط في آخر الوقت الصلاة تؤخر الصلاة، فإذا هبطت تصلي في المطار، وإن كان الطيران سيستمر حتى يخرج وقت الصلاة فعليك أن تصلي في الطائرة حسب استطاعتك. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، نعم. يقول لي: بنات أخ وبنات أخت وهن شابات، فإذا زرتهن بادرن بتقبيلي في وجهي وكذلك يحصل مني لهن، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا يجوز، التقبيل في الوجه على الفم، عليك أنك تنبههن في أن يقبلن على الرأس، تقبلهن أنت على رؤوسهن وهن يقبلنك على الرأس أو على الجبهة لا بأس، نعم، لأن هذا فيه فتنة، التقبيل على الخد أو على الفم فيه فتنة، نعم. يقول: هداني الله للاستقامة قبل 6 أشهر ولكنني أعاني من مشكلة وهي حبي للتدخين، مع العلم أني لم أدخن منذ استقامتي، فما نصيحتكم لي؟ الحمد لله، ما دام أنك لم تدخن وتركت هذه المادة الخبيثة عليك أن تستمر في تركها، ولو أنك تميل نفسك إليها طاعة لله سبحانه وتعالى، مع تركها والمداومة على تركها سيذهب ميلك إليها إن شاء الله. عليك بالصبر حتى تزول هذه المحبة وهذا الميل، نعم. يقول: من أدى العمرة وجلس في مكة 2 يوم هل عليه طواف وداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع واجب، من أراد أن يطوف زيادة خير فلا بأس، أما الطواف الواجب هذا للحج فقط، الطواف الوداع هذا من واجبات الحج.